قال محمود عبد الحكيم رأيين سريعين، أولهما أن الغاني بابا أركو هداف فريق طلع الجيش هو أحسن لاعب أجنبي في مصر، وربما أتفق معه. وقال أن مهاجم بتروجيت الجديد مروان سيكون نجما في منتخب مصر. حدثنا عن هذين اللاعبين. أنا لعبت مع أركو، لعب معايا بتروجيت وإحنا في الدرجة الأولى سنة. لعيب ما شاء الله جامد جدا، قوي وسريع وكورته حلوه وبيعرف يلعب على الجون من اي مكان. مروان لعب معايا بقاله سنتين، كان معانا في بتروجيت فيرود، سنه صغير قوي بنيان وقوي جدا وعنده كوره، بيجيد العاب الهواء بطريقه يعني اهو جايب جول جميل. هو دي جوانه يعني، حتى كان والسنه اللي فاتت كان هيلعب معانا، كان بادئ الدوري معانا بس حصلت له اصابه قبل الدوري بيومين. يا ربي جاله غضروف وقعد بقى عقبال ما رجع ومش عارف ايه، فما كانش كانت الدنيا اتلخبطت شويه فما لحقش، لكن هو كان هيلعب بصفه اساسيه السنه اللي فاتت. انا كنت معتقد بالخطا ان هو صاحب الفرصه الضائعه امام الاهلي في الوقت بدل ضائع السنه اللي فاتت. لا هو مروان، مروان اللي عمل الباص، عمل البينيه لاحمد الفولي، واحمد اللي حط اللي انفرد انفراد كامل بشريف اكرامي ورقصه. وبعدين اختار بره وحطها، مش اختار اختار بره. صراحه دكتور بتروجيت فيها مجموعه لعيبه صغيره كويسين قوي. انت سبت بتروجيت بسهوله قوي، عقدك كان خلص؟ كان فاضل لي سنه، كان في شهر واحد من حق ان انا امضي في اي مكان. وانا كنت، انا كانت علاقتي بالناس علاقه طيبه، لان النادي ده بصراحه ليه فضل عليا كبير قوي، والناس كانوا محترمين معايا جدا لابعد الحدود يعني كويس. فجالك عرض من مصر؟ جالي عرض من مصر. مين اللي كان صاحب العرض ده؟ مستر كامل ابو علي كلمني. مش مختار؟ لا انا رحت، انت سبقت مختار. انا رحت قبل الكابتن مختار. كان مستر كامل كلمني، رحت قعدت معاه واتفقنا واتكلمت النادي بصراحه، قلت لهم انا عايز امشي، انا بقالي 7 سنين في النادي وعايز امشي، عايز العب مع نادي في جمهور، والناس رحبوا بصراحه وربنا كرمني ورحت. وانتقلت بسهوله ويسر. الحمد لله. تفتكر لو كنت طلبت انك تروح الزمالك او الاهلي كان هيبقى نفس السهوله واليسر ولا كانت هيبقى فيه مشكله؟ والله يا دكتور الناس متفاهمه جدا في بتروجيت بصراحه معايا يعني، انا بالذات. لان طب ليه ما كانوش متفاهمين مع وليد؟ انا هقول لحضرتك، انا علاقتي يمكن انا اقدم من وليد بسنين كتيره، وانا صغير كان بيجي لي عروض اهلي وزمالك وكان يبقى عقدي خلصان، وكنت بمضي لهم على بياض في النادي وامشي، حتى ما اعرفش فلوسي كام، هو حتى ممكن تسال اي حد بتروجيت، فهم كانوا شايلين لي الحاجات ديت يعني بصراحه. فانا كنت اول سنه اصلا اطلب ان انا امشي من النادي. طيب قول لي، سبقت مختار بيومين، انبسطت ان مختار جاء، او انت كان ليك دور في حضور مختار ولا كان مفاجاه؟ لا انا ما كانش ليا دور طبعا خالص يعني، بس انا طبعا فرحت ان الكابتن مختار علاقتي بيه علاقه طيبه جدا، حتى بره الكوره هو على طول بيكلمني يعني علاقه بيه زي انا يعني، هو بيعتبرني زي ابنه يعني الحمد لله. عشت معاه فتره كبيره جدا، وكان بالنسبه لي انا طبعا فرحت جدا، لان انا هلعب مع كابتن مختار عارفني وانا عارفه وعارف طباعي وهو عارف، غير لما العب مع مدرب لسه هيتعامل معايا من جديد ومش عارف طريقتي ومش عارف، فانا فرقت معايا كمان يعني. عاتبته لما غيرك قدام الاهلي ولا قدام الاتحاد ولا ما بتتكلمش في حاجات لا زي دي؟ لا انا ما بتكلمش بصراحه، عمري ما بتكلم في تغيير. طب هو كلمك بعد الماتش ولا كل حاجه؟ بعد ماتش الاهلي كلمني، قال لي انا حسيت ان انت عملت مجهود جامد جدا فقلت اريحك يعني. بس انت في الملعب ما كنتش حاسس انك عملت مجهود؟ الكره لما بتمشي مع اللعيبه يا دكتور ما بيبقاش حاسس بتعب. فالكره كانت ماشيه معايا، وحتى ولما ظهرت علامه ان في لعيب جاي انت ما كانش في دماغك ان انت ابدا هتكون المستبدل؟ لا ما كنتش متوقع بصراحه. طب وبين الشوطين في ماتش المصري كنت متوقع انك تستبدل؟ والله ما كنتش متوقع، بس هو كابتن كلمني برضو بصراحه، قال لي ان بعد الماتش، قال لي انا يعني انتوا كلكم تعبتوا في ماتش الاهلي وده اثر على الاداء في ماتش المصري. كان اللعيبه كانت مركزه قوي، قال له انت كنت مركز جامد جدا، قال له انا خفت عليك يعني ان انت يا اخي مش عايزينه يخاف عليك يا اخي. يا مختار ما تخافش عليه يا مختار. خلي الفرقه تكسب يا مختار. بس ميزه المصري السنه دي عندكم بدلاء كويسين يعني، والفرقه والله يا دكتور يمكن احنا فرقه، احنا ماتش الجونه والله اتظلمنا دكتور. طبعا تحكيم جون 100% جون ما فيهوش اي حاجه. تاني حاجة احنا كنا بنلعب 10 وكنا مقدين، احنا الشوط التاني كله احنا بنهاجم جوه ال 18 بتاع نادي الجونة. احنا لعبنا ماتشين بره ملعبنا، ده فرق معانا. يعني انا متهيألي لو ماتش الجونة يعني كان على ملعبنا كان هيفرق معانا في ماتش الاتحاد بقى، التوفيق من ربنا في الدقيقة 86 الاتحاد اتعادل.
ممكن أبنى. بس فرقه المصري السنه دي فرقه كويسه يا رب. عندنا البديل نفسي تنافسوا على الدوري، نفسي مره الاقيكم بتنافسوا على الدوري ان شاء الله. بص يا دكتور، الفرقه فرقه كويسه، وفرقه يعني بلغه الكوره فرقه رخمه يعني، ما بتتغلبش بسهوله وبيقفلوا كويس والحمد لله، وفرقه واقفه على رجليها. عندنا البديل كتير يعني. البدلاء كتير. انا قريت النهارده كمان تصريح لكامل ابو علي في احد المواقع، اتمنى ان يكون تصريح سليم، بيقول انا متمسك بالحكام الاجانب خارج ملعبي، وانا بقول له صح يا استاذ كامل، لازم تتمسك، لان الحقيقه اللي شفناه في ماتش الجونه واللي شفناه في ماتشات اخرى فعلا لازم تتمسك بحكام اجانب خارج ملعبي. عموما نشوف تقرير من ماتش الانتاج والشرطه، اتحاد الشرطه، ماتش غريب قوي، اتحاد الشرطه على ملعبه مسك الانتاج 3-0 نفضه، والانتاج كسبان 3 ماتشات، بقى الانتاج توقف رصيده عند 9 نقاط واتحاد الشرطه عند 8، بس انتوا لسه 5. ان شاء الله اللي جاي احسن عندكم. ان شاء الله نشوف التقرير.